من منهم الذي جعل بصمة يذكرها الأجيال بصمة إيجابية؟ من؟ ما هسه المالك يقول أني إذا يرجعوني رئيس وزراء راح أسويها حكومة إعمار وخدمات. أحسنت، حكومة إعمار وخدمات من حمودي ابن المالكي، هو اللي يسوي حكومة إعمار وخدمات. 8 سنوات استلم المالكي رئاسة مجلس الوزراء وكان يصول ويجول ولم يقدم شيء. ما نقول على البيت السني أو البيت الكردي، لم يقدم شيء حتى على البيت الشيعي. عمي هو أقول لك عمي هو دخل يبلط شارع بطويريج. مستحيل. هاي طويريج، هاي طويريج اللي هي منطقته، واللي طلع يتمسكن كنت انام هنا كنت اقعد هنا، ها ما بنيت لك بها شارع. ما يقدر، ما يقدر حبيبي، ما يقدر، لكون الدولة الحقيقية بحاجة إلى رجال دولة، مو بحاجة إلى لصوص وسراق وفاسدين وفاشلين ولديهم العمالة مع هذه الدولة وتلك الدولة. والله عجيب، في كل بلدان العالم من لديه تواصل مع دولة أخرى واتصالات وهذه المسميات يجرم ويحاسب، إلا في العراق اللي له علاقات مع إيران وغير إيران يفتخر بها.